أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: فهمنا من فضيلتكم أن من ليس على السنة فليس بمسلم، فهل هذا في كل مخالف للسنة وفي كل مسألة؟ أنا ما قلت هذا، ما قلت كل مخالف للسنة ليس بمسلم، أقول يتفاوت هذا، يتفاوت هذا، منه ما يكون ليس بمسلم إذا خالف في العقيدة، أشرك بالله أو دعا غير الله أو جحد أسماءه وصفاته، هذا ليس بمسلم. أما إذا كان خالف السنة في أشياء مستحبة أو أشياء واجبة فهذا يعتبر ضلالا ولا يعتبر كفرا، يعتبر ضلالا بقدره وبدعة ويعتبر عليه الوعيد. فلا تأخذ الأمور على إطلاقها، لا بد من التفصيل في هذا الأمر. نعم، وهذا الذي يوجب على المسلم أن يطلب العلم، لأنه قد يأخذ هذه النصوص على ظاهرها ويكفر الناس ولا يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى الأدلة التي تفسرها وتبينها وتوضحها، لأنه ما يعرف ولا يدري. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.